بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بام أون إسلام جتي ربان إلو نيهن جودال حديث تي مروي مفاي بمبل نكنن باب بمون يجن طاب بمون هو حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من زهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. حديث ني بان حان تا مين بره من يقات بان جو شرق رب الله سبحانه وتعالى دا سا تنو دا تو دا تي توي بان فور رب قوات نن هاي قو بان حان تا شرق رب الله تعالى كو مين كو مين بي الله تاو حاوي شرق رب الله تعالى كو من يا من ويني حان حاو نو تي مين تان بي الله نو تاو نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمبي نبي صلى الله عليه وسلم لوك من برساحتها لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة كيوم بان كيوم برحمني أجو تكنون تانسور با الله ني نبي قد برابنا قد كيوم برحمني أجو تكنون تانسور في شجرة قطعها من زهر طريق دي قد بان دي ساتة قد بان قد دام شنن جنج بدون فلو مينة تا دام شنن ودوه نو جواب نن فلو نو لو فلو هاي دام شرن نن ويا بان كو بانيا ها دانا تدمنا آج نن مين كروت نا دانا دمنا كور كو كات دام شرن نن جن تو كانت تو ذي المسلمين دايل ويا آج بان كو دا كروت نا دانا اسلام نن ان شان كوت كات دام شرن نن كو دام باي اي دام باي كم اوي نا دمنا دا شلون كات تو موك نن مين بانيا ها كات فو دام باي الله سبحانه وتعالى دام باي سن كروت لا اسلام كم اوي مين كروت نا هاي كوات كوبان نجي نكنون كلايم سين لأن نبي كت برام نحن براح نكن جي جي كنون حديث سين وفي رواية مر رجل بغسن شجرة على زهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة كنون سكري ريكا مويب سين تير بام برام تان جي مر رجل بغسن شجرة براح مريا بان thua đầm ná tam đong phlâu muối có bán khơi mê chơ đầm miên bà là nơi lớp đong phlâu nâng và có vô lo hì có bán đi dê thả vô lo hì khen sbót nâng ổn lò lỡ ôn hì yên hà dạ anh lưu muslimin lỡ dụ dì hêm khi nhóm nâng dô có rộp bọt nâng chơi nhỏ chẳng ai bì đong phlâu ní rô hốt đọng bay cầm ai nè islam miên cửa thả đọng bay cầm ai nè islam miên bánh hà đá xá bà là nâng فأدخل الجنة قد تربان كي أي شرق الله سبحانه وتعالى من تا الله تعالى قد بان جو شرق هاي كنون حديث سين بيه بان تا الله تعالى أكون نجبه من أنا الله تعالى تطول جوك عمال إبادات معنى ويتنا ترون تطول جوك عمال إبادات روكا تنور ومن أنا لبان تفو بطو بي جي تنور نن تيك دوي كدوي كنون سكري ري كام بيبسين تيت بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له نكنون سكدي ريكا دا صحيح في إمام بخاري إمام مسلم نبي صلى الله عليه وسلم بساطة مين براه من يأ كمبون تدعى تتام دون فلو سراب تاكار كين ميشو دا مين بلا نلو فلو هاي مي تشه نن وي آي دن بانكو كروه تنا دا نيا تو دمنا فأخره فشكر الله له قد قبان جوك مي تشه نن چنج بي كلاي نن الله تعالى قو أكون دي جيبوه مني نن مني تا ترون شوك ترون تطول جوك تن وو داي مني نن بان تفو هاي ترون نن طاب سنون آي مني نن داي بقا لأو فغفر الله هاي تيه ترون قو أبي تو آي مني نن داي ني جي عمال موي ني جي تن وو موي دا سرا دا توي تاج مني تن بان تاي ការតបស្នងមកវិញដល់ធំធេងមែនទែនពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះគឺឈុតគររបស់ទ្រង់ហើយចុះប្រសិនណាបើយើងធ្វើរឿងធំជាងនឹងទៅទៀតយើងធ្វើប្រការណាដែលមិនមានប៉ះពាល់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមទេណាឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកដតីចង់ធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមយើងរារាំងយើងទប់ស្កាត់យើងហាមគាត់មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមមិនឲ្យមានបងឲ្យមិនឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកអ៊ីស្លាមទេប៉ះឡើយវាកាន់តែធំធេងមែនទេណា
នេះមើលឈើដែលមានបលាអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរម្នាក់នឹងយកចេញពីដងផ្លូវអល់ឡោះតាឡាតបស្នងឲ្យម្នាក់នឹងវិញបានចូលស៊ូរ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាដែលសារម្នាក់នឹងធ្វើឌីអខ្លោសហើយចុះបើយើងរៀបរៀងអ្នកផ្សេងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមយើងទប់ស្កាត់អំពើអាក្រក់របស់អ្នកផ្សេងកុំឲ្យជាអតិពលដល់អ្នកអ៊ីស្លាមវាកាន់តែក៏កាន់តែប៉ះឡានឹងធំធេងមែនទែនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាអញ្ចឹងនេះបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែធ្វើណាទោះបីជាអឺនឹងប៉ះឡាធំឬក៏ប៉ះឡាតូចទីទួចអីក៏យើងត្រូវតែធ្វើនឹងជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាឡានឹងនឹងផ្ដល់ប៉ះឡាមកឲ្យយើងច្រត់លក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته